بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها المستمع أشرف عبد الصادق من جمهورية مصر العربية، يسأل ويقول: بجوارنا مسجد، بجواره ضريح وليس بداخل المسجد، فهل تصح فيه الصلاة؟ وهناك من يقول إن العبرة بالنية، نرجو توجيهنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد، وأنه لعن من فعل ذلك، وأخبر أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن هذا من وسائل الشرك وعبادة غير الله عز وجل ودعاء الأموات والاستغاثة بهم، كما حصل في كثير من البلاد التي وجدت فيها هذه الأضرحة. انصرف الناس عن عبادة ربهم ودعائه والاستغاثة به إلى عبادة هذه الأضرحة والعكوف عندها والاستغاثة بالأموات إلى غير ذلك. فالمسجد المسجد المذكور في السؤال إذا كان مقترنا بهذا الضريح ومبنيا على هذا الضريح على هذا القبر، فإنه لا تجوز الصلاة فيه، ومن صلى فيه فصلاته غير صحيحة، يجب عليه إعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. وأيضا هذه الصلاة تكون وسيلة إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل. أما إذا كان هذا القبر منفصلا عن المسجد ولا علاقة له به، وبينهما ممر أو طريق ولا علاقة للمسجد بالقبر، فلا مانع من الصلاة في هذا المسجد، لأنه لا علاقة له بالقبر، وهو مفصول عنه وبعيد عنه، ولا يقصد للتبرك والعبادة. مجرد وجود قرب القبر أو المقبرة من المسجد من غير ارتباط بينهما لا يؤثر على الصلاة. وإن كان الأحوط والأولى أن تبعد المساجد عن القبور، وأن لا تبنى المساجد قريبة من القبور مهما أمكن ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف قاف ألف سين، تقول: أنا طالبة في المرحلة الثانوية ولله الحمد، ومشكلتي أنني أقضي وقتي في مدرسة تنتشر فيها الغيبة والاستهزاء، وفي بعض الأحيان إذا سمعت غيبة أو نحوه حاولت أن أردها إذا كانت طالبات ويتحدثنا بها أمامي، ولكني في بعض الأحيان أسمع غيبة وأنا أسير أو منشغلة بشيء ما، المهم ليس لي علاقة بها فلا أردها. هل أنا آثمة وأكون مغتابة لأنني سكت، مع العلم أنه لا يخلو مكان وبه طالبات إلا وكان حديثهن عن الغيبة، ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا شك في تحريم الغيبة والنميمة، وأنهما من كبائر الذنوب ومن أسباب الفساد في الأرض وقطيعة الأرحام تفرق بين المسلمين، والواجب على المسلم النهي عنها والتحذير منها. وإذا لم يحصل استجابة لقبول النصيحة فإنه يعتزل هذه المجالس إذا كان يمكنه اعتزالها، وإذا لم يمكنه اعتزالها فإنه لا يستمع إليها ولا يكون مقرا لها، وإنما يكون منكرا لها، ولا يسكت ويتركها بل ينهى عنها. وأما أنه يحصل شيء وهو
وهو لم يقصد الاستماع إليه ولا الجلوس عنده، وإنما حصل عارضا في طريق أو في سيارة أو في فصل من الفصول، فإنه لا يضر من استنكر ذلك وأنكره ولم يلتفت إليه، لا يضره ذلك، لأنه ما جاء من أجل هذا المجلس أو الاستئناس به، وإنما جاء لغرض آخر وهو الركوب في الحافلة أو استماع الدرس أو ما أشبه ذلك، فلا يحصل عليه إن شاء الله وزر في ذلك مع إنكاره لذلك بقلبه وبلسانه مهما أمكنه ذلك. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا تقول: ما معنى من عرف الله خافه، وكيف يكون الخوف، وما هي الأشياء التي إذا عرفناها عن الله جل وعلا خفنا منه؟ المعنى أن المسلم يعرف ربه بأسمائه وصفاته وقدرته وعلمه وإحاطته وقربه من عباده، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى ويستحضر أسماءه وصفاته ويخاف منه جل وعلا ويراقبه ويعظمه ويرجو ثوابه ويخاف من عقابه، وذلك لا يكون إلا بالعلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وآياته، تدبر القرآن العظيم. قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تدبر القرآن يفيد خشية الله سبحانه وتعالى، العلم النافع يفيد خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. العلم بالله وبأسمائه وصفاته هو الذي يسبب الخشية، أما الجهل بالله سبحانه وتعالى فهو الذي يسبب عدم الخوف من الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أبو أحمد من اليمن، أخونا يقول: عندي مبلغ من المال منذ توظفي من عام 14 هجرية بلغ قدره 40,000 ريال يمني، وفي عام 1415 بلغ 84,998 ريال يمني، فهل عليه زكاة، وكيف يكون العمل، وهل لابد من مرور سنة كاملة، وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا بلغت الريالات نصابا وهو ما يعادل 140 مثقالا من الفضة أو قيمتها من النقود الورقية، أو يعادل 200 درهم إسلامي بالدراهم المعهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعادل قيمتها من النقود الورقية، فإنه تجب فيه الزكاة عن كل سنة، لأن إذا تم عليه 12 شهرا من حين تملكه الإنسان وجبت فيه الزكاة، أو كان أرباحا لدراهم تم عليها الحول، فالربح يتبع رأس المال ويزكى معه عن كل سنة. الدراهم تزكى كل سنة تمر عليها بأرباحها، إذا حصل منها أرباح بأن يخرج منها ربع العشر 2.5% من الدراهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نسمع عن الحبة السوداء، وأنه ورد حديث عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من كل داء، وأنها تقوي جهاز المناعة في جسم الإنسان، فما رأيكم في هذا الموضوع وفقكم الله؟ نعم، صحت الأحاديث في أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، وأن الله جعل فيها شفاء أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، فيجب الإيمان بذلك وتصديق ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بل ثبت طبيا من تقارير الأطباء أن الحبة السوداء فيها علاج وفيها منافع وفيها شفاء بإذن الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إمام مسجد غير مستقيم في حياته، أي أنه يسب ويلعن الناس ولا يقوم بالمسجد قياما تاما، هل تجوز الصلاة خلفه، علما بأن بعض الناس لا يعرفون عنه شيء، فهل ننصح من لا يعرف عنه شيء أم نسكت؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان اعتقاده سليما ليس في عقيدته خلل تصح الصلاة خلفه، لكن مع مناصحته عن الكلام البذيء والسباب والشتم وأذية الناس يناصح في ذلك، لأنه قدوة، الإمام قدوة يقتدون به الناس، وإذا لم يمتثل فإنه ينبغي أن يستبدل بغيره من أهل الاستقامة. وأما الصلاة خلفه فهي صحيحة ما لم يكن في عقيدته خلل. نعم. المستمع أبو بكر حميد من المنطقة الغربية بعث يسأل ويقول: هل من الضروري أن يغتسل
يغتسل المحرم أم يكفي الوضوء؟ ليس من الضروري أن يغتسل المحرم، وإنما يستحب له ذلك من أجل إزالة الروائح العالقة في جسمه، ومن أجل أن يكون نظيفا من الأوساخ، لأجل أن يستقبل العبادة على أحسن حال، لأن المحرام عبادة عظيمة ينبغي له أن يدخل فيها وهو نظيف الجسم طيب الرائحة. هذا من المستحبات، من مستحبات الإحرام وليس من الواجبات. فلو أحرم ولم يغتسل ولم يتوضأ فإحرامه صحيح، لأنه لا يشترط لصحة عقد نية الإحرام لا يشترط لها الطهارة. نعم. جزاكم الله خيرا. متى يأتي المعتمر إلى الملتزم وكم مرة يقبل الحجر الأسود؟ الحجر الأسود يقبل في أثناء أشواط الطواف، إذا حاذاه وهو يطوف وتمكن من الوصول إليه فإنه يستحب له أن يقبله، ولو لم يقبله فلا حرج عليه لأن تقبيله سنة. فإذا لم يتمكن من تقبيله فإنه يستلمه بيده إن أمكن، يعني يمسحه بيده، وإذا لم يمكن استلامه باليد فإنه يشير إليه وهو ماش في طوافه. أما الملتزم وهما بين الركن وما بين الحجر يعني وبين الباب، باب الكعبة، هذا هو الملتزم. إذا تمكن الإنسان من الوقوف فيه ودعاء الله سبحانه وتعالى تضرع إليه شيء حسن، وإذا لم يمكن فإنه ليس بلازم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل السيدة خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وولداها مدفونان في المعلاة أو في البقيع؟ خديجة مدفونة في المعلاة رضي الله عنها، أما أنه دفن معها أحد من أولادها فلا أعلم ذلك. أما هي رضي الله عنها قد توفيت قبل الهجرة ودفنت في المعلات، ولا يعني هذا أن يتبرك بالمقبرة أو أن يفعل عندها ما يفعله الجهال أو المغرضون من دعاء الأموات والتبرك بالقبور، وإنما تزار للسلام عليها كغيرها من القبور، السلام عليها والدعاء لها والاعتبار بأحوال الموتى. هذه هي الزيارة الشرعية لقبر خديجة ولغيره من القبور. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول إنني قبل أن يتوفى والدي ووالدتي كنت لا أعرف حقوقهما، وكنت ممن أغضب والدي، وقد مات والدي ووالدتي، فماذا أفعل بعد وفاتهما؟ أفيدوني أفادكم الله. عليك بالتوبة والاستغفار والدعاء لهما والصدقة عنهما وبرهما، وإذا كان عليهما أو على أحد منهما ديون أو حقوق للناس فاجتهد في إبرائه ووفاء الديون والحقوق التي عليهما للناس، فإن هذا من البر، صدقة عنهما والدعاء لهما ووفاء الديون التي في ذممهما للناس، كل ذلك من برهما بعد الموت مع التوبة والاستغفار، لعل الله أن يخفف عنك ما حصل منك من الخطأ في حقهما. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول ألف جيم حا من السودان: فضيلة الشيخ، أنا شاب مقدم على الزواج من بنت خالتي، ولكن تواجهني مشكلة، وهي أنني عندما كنت في صغري سمعت من الوالدة ومن خالتي أن الفتاة التي أريد الزواج منها أنها رضعت من خالتي، ولكن عندما عزمت على الزواج سألتها عن موضوع الرضاعة فأنكرتها. لا تأثير لرضاع خالتك لهذه البنت التي تريد أن تتزوجها، لأنه يجوز لك أن تتزوج بنت خالتك من النسب، وكذلك يجوز لك أن تتزوج بنتها من الرضاعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد زكي السيد عمارة، مصري الجنسية ويقيم في بريدة، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما رأي فضيلتكم في صيام الأيام الثلاثة الأولى من رجب، وكذلك الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؟ جزاكم الله خيرا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب صيام أيام معينة، لا من أوله ولا من آخره ولا من وسطه، وإنما شهر رجب كغيره من الأشهر. من كان له عادة الصيام فإنه يصوم رجب أو في رجب تبعا لغيره، إذا كان من عادته يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو كان مستمرا في صيام يوم وإفطار يوم على طول المدة، فإنه يدخل شهر رجب ضمن غيره من الشهور. أما أن يخص بصيام ويعتقد أن فيه فضيلة فهذا مما لا أصل له في الشرع. تخصيص رجب بصوم أو بصلاة يعتبر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن حديث الصلاة والصيام والدعاء في ليلة النصف من شعبان. لم يثبت في ليلة النصف من شعبان شيء تخص به لا من صلاة ولا من صيام يوم النصف من شعبان ولا دعاء، وإنما هي كغيرها من سائر الليالي لا تخص بشيء. من خصها بعبادة أو خص يومها يوم 15 من شعبان بعبادة فإنه يعتبر مبتدعا في ذلك، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في ميزة هذه الليلة أو هذا اليوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمض إلى اسمه بالحروف صاد عين خاء، له قضية مطولة. ملخص ما في هذه القضية أنه خطب من فتاة لكنها لا تحتجب الحجاب الشرعي وتلبس القصير، وحاول أن يقنعها بالحجاب وعدم السلام على الرجال غير المحارم باليد لكنها لم تقتنع حتى الآن، ويخشى إن أتم الزواج أن يبقوا على خلاف ويرجو توجيه الشيخ صالح. إذا لم تقبل التوجيه وتمتنع من هذه الأمور التي لا تجوز فإنه لا ينبغي له أن يتزوجها، بل يجب عليه أن يلتمس غيرها لأنها غير محتشمة ولأنها لا تتلاءم معه في المستقبل، وإذا رزق منها ذرية وهي غير محتشمة وغير ملتزمة فإنها تؤثر عليهم. والمطلوب في الزواج اختيار الأزواج الصالحين والزوجات الصالحات، قال صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين تربت يداك، وذات الدين هي التي يطمع بالزواج منها بما فيها من الخير لنفسها ولزوجها ولأولادها، أما المتساهلة في دينها فهذه لا خير فيها ولا خير في الزواج منها، والواجب أن يلتمس الخاطب امرأة صالحة ويتحرى الزوجة الصالحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يدور نقاش بين بعض المسلمين حول غطاء الوجه والكفين ولهم بعض الأدلة، هل تتفضلون ببيان الوجه الواضح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هذه مسألة جرى فيها نقاش طويل وبحث طويل وألفت فيها رسائل ومؤلفات قديمة وحديثة، الحق الذي لا ريب فيه وجوب ستر الوجه، وذلك لأمور. أولا أن الله سبحانه وتعالى قال في نساء نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب هو ما يستر المرأة عن نظر الرجل الذي ليس من محارمها من جدار أو باب أو ثوب أو غير ذلك. قوله تعالى من وراء حجاب هذا يشمل ستر جميع بدن المرأة بما في ذلك وجهها. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والضرب بالخمار وهو غطاء الرأس على فتحة الجيب يلزم منه ستر الوجه، وإذا كان يجب ستر شعر الرأس ويجب ستر النحر فستر الوجه من باب أولى لأنه أشد فتنة، وإذا كان يجب ستر القدمين فستر الوجه من باب أولى فإن الوجه أشد فتنة. بل لقد جاء نص في ستر الوجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لهن على ذلك ما يدل على أن الوجه عورة يجب ستره. ومن الناحية النظرية فإن الوجه مجمع المحاسن ومطمع الأنظار، والرجال أول ما ينظرون من المرأة إلى وجهها ومحاسنها ويتغزلون بخدها وقدها وقوامها، وما يدل على أن الوجه هو مركز المحاسن وهو محط الأنظار. والمرأة إذا كانت دميمة الوجه فإنه لا يرغب فيها مهما كان جسمها، وإذا كانت حسنة الوجه وبهية الوجه فإن الرجال يرغبون فيها ولا ينظرون إلى بقية جسمها في الغالب. الوجه فتنة ويجب ستره وتغطيته عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها. الله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
وكان الله غفورا رحيما، فأمر سبحانه وتعالى نبيه أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين من الجلابيب، وهي الملابس التي تكون على جسم المرأة من جلال أو ملاءة أو عباءة، أن تضفي منه على وجهها، كما فسر ذلك حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن تفسير الآية: أدنى من ثوبه على وجهه وأبدى عينا واحدة. هذا تفسير عبد الله بن عباس الذي ينسبون إليه أنه يبيح كشف وجه المرأة، فهو فسر الآية بذلك رضي الله تعالى عنه. فلا شك حتى عند هؤلاء الذين يتساهلون في ستر الوجه، لا شك عندهم أن الوجه فتنة، ولذلك يأمرون بناتهم ونساءهم بتغطية وجوههن إذا خرجن إلى خارج البيوت، لأنهم يدركون أن في هذا فتنة، وقد صرح بعضهم بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها أخت لنا من المدينة المنورة، تقول فاطمة كامل. الأخت فاطمة تسأل وتقول: علي قضاء أيام من رمضان من سنوات مضت، هل أصومها فقط أو هل هناك مع الصيام كفارة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كان تأخير الصيام إلى ما بعد رمضان أو رمضان آخر لعذر ولم تتمكن من القضاء وقد زال هذا العذر، فإنها تقضي وحسب، لا يجب عليها غير ذلك. أما إذا كان تأخيرها للقضاء حتى دخل عليها رمضان أو رمضانات من غير عذر، وإنما هو تساهل منها وتكاسل منها، الواجب عليها أمران: الأمر الأول القضاء، هذا لا بد منه، والأمر الثاني أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. أحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم.